خليك على الخط. خليك على الخط على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا لكم من جديد ومازال مواصلين معاكم حتى الثمانية متاع الليل. بطبيعة الحال فقرة ضيف العشية. شكون اليوم الضيوف اللي حاضرين بحضرنا هوني في استوديو 5 من الإذاعة الوطنية التونسية؟ هما زوز شباب مازالوا يقراوا على رواحهم حسب ما نعرف، والله أعلم بطبيعة الحال، لاهين في القراية أكثر وإلا في الأنشطة. وأنا الحق نشجع ديما كل إنسان شاب قاعد ينشط في المجتمع المدني وإلا في النوادي الجامعية ولا في النوادي المدرسية، على خاطر مهم برشا. اليوم فما برشا طلبة كي يتخرجوا من الجامعة من بعد يمشي بشي عادي انترتيان دون بويش يقروحوا نقصوا برشا حاجات في سوفت سكيلز، وإلا كيفاش يتعامل في وسط الفريق، ولا حتى يلقى صعوبة في أنه ينخرط في العمل متاعه. ولكن الفرق بين إنسان تعرفه ناشط قبل وإلا ما هوش ناشط في الخدمة يبينه وتعرف الفرق بيناتهم. اليوم فرحان برشا باش نستقبل بحذية منتصر ورتاني ويوسف الخليفي اللي هما أعضاء في تظاهرة توني روبوتس 2020. عسلمة. عسلمة. يوسف خليفي. يوسف خليفي. اتوديان الانسات ومرسي بيان بور لانفيتاسيون. مرحبا بكم منتصر. شنو حالك؟ الحمد لله لاباس. عايشك. فاش تقرا؟ اتوديان في الانسات ديزيام اني سيكي بريباراتوار وانا انفورماتيك اندستريال اي اوتوماتيك. يخوفوا جماعه البريباراتوار. انا سيكل انجينيور لا محاله. اي بيولوجي اندستريال. وشنو هي البيولوجي اندستريال؟ بيولوجيا صناعية معناها خاطر كلمتين تحسوا مساحة بعضها بعضهم، حاجة بيولوجية طبيعية طبيعة، فهمت؟ صناعية حاجة حديد مكيكن. تو سكي اندستريال اي ابليكا لا بيولوجي. دونك نحن نعرفوا اللي توا لي دومين تطوروا ياسر لا محالة، ما عادش نحكي على اندستري بركة، نحكي على بيو كيف ما في البيو، توا نحكي على بيو انفورماتيك، نحكي على برشا بالرسمي اون باركور تو لي دومين. عالم اخر. معناها مثلا كي نقول انا البيو اندستري نجم مثلا نقول نحكي على كل حمل اللي تم صناعته في المختبرات تبعتكم، ولا نحكي على كل شيء لابوغاتوار كل شيء بالحق. احفظوه مليح يوسف الخليفي، على خاطر غدوه في الايام انا كل مره في برنامج 2050 حكيت على شنو ينجموا يقدوا في اللابوراتوار، من هون يغادي الماكله نتاعنا كل شيء في اللابوراتوار من الحمل للعظم للحوت اللي تصوروا في بالكم الكل، معناتها حتى الخضره كل شيء اليوم يتعمل في اللابوراتوار. دايوغ حتى في جابون بداوا يعملوا في التجارب، والمفاجأة كانت هي كيفاش نجم تفرق بين الحاجة اللي مصنوعة في اللابوراتوار والحاجة الطبيعية، وكانت مفاجأة كبيرة على الاخر. نفس المذاق، نفس الرائحة، نفس اللون، نفس الطعم، أما عارش كيفاش الطيب يطيب يقعد أكثر في النار ولا أقل. على شال اللابوراتوار سبقوا برشا وقت بالحق. خليها أول قطعة لحم معناها عملوها في اللابوراتوار كانت كلفت 200,000 أورو، ستيك عادية تعملت 200,000 أورو. به منتصر شنو أحوالك في القراية؟ صافا الحمد لله. منتصر هكا ستيلك نتاع عبقرينو هكا، نقول يوسف يمشي اكثر في المودلينغ لما حال انت نتاع لابوراتوار هكا وكترني فيسيت وكل حكايات هذيك. خدمت هذيك قرايتي. كان تحكي لنا توا توني روبوتس 2020 ماهيش اول دوره بطبيعه الحال. انا احنا كنا حتى في الاذاعه الوطنيه استقبلنا قبل زملائكم اللي سبقوكم قبل في تنظيم التظاهره هذيا، وكانوا حكيو على لي تشالنج. والحاجه الباهيه في توني روبوتس انه كل مره فما تيم، كل مره فما محور. انا نذكر زاد مره فما كومبيتيسيون في تونس حكيو فيها على محور باش يكون كيف ترانسفورمرز. دونك خذوا الساغا نتاع الافلام تاع ترانسفورمرز، خدموا ايج اوف اكستنشن، ذا رايز اوف ذا شنو، ذا فالن. دونك خدموا عليهم كل تشالنج يحكي القصه نتاع الفيلم هذاك، وبطبيعه الحال كل مره تشالنج يمشي ويصعب اكثر. انتم شنو هي التيم نتاع توني روبوتس 2020؟ ساعه باش نحكي شنو توني روبوت بصفه عامه. فسر لنا. توني روبوتس هي لا جورني ناسيونال تونيزيان دو لا روبوتيك انتامي ان 2010 بار دي ستوديون qui nous passionnait par la robotique ou inscrite en 2019 à l'INRPI comme la seule journée nationale de la robotique. معناتها يوم وطن. يوم وطن. كل مواطن يسمع فينا راهو عندك يوم وطني للروبوات يستنى فيك. ما كيف عيد الشجره تنجم تمشي تشري محبس ولا تزرع شجره ولا حاجه، كيف كيف زاد فما يوم الوطني للروبوات تنجم تصنع روبو اللي هو السنه باش يكون 19 افريل 2020 الانسات. احفظ الموعد 19 افريل. ما انت كيف عيد الحب؟ جبت لي كادو ولا لا؟ روبو ولا لا؟ في عيد الربويت ان شاء الله الربو نتاعك كل عام هو حي بالف خير. دونك المره هذه شو باش يكون التيم؟ عندنا بالنسبه للجورني يكون عندنا تيم ما نجموش نقولوا عليه قبل. عليه؟ نهار الجورني وقتها يخرج التيم. فماش مؤشرات؟
فما كل كومبيتيسيون مثلا تشالنج عنده التيم نتاعو مثلا الجورني بصفه عامه يكون عندها تيم يخرج نهار باش نقربوا شويه الصوره للساده المستمعين والساده المشاهدين. مثلا حضرتوا على عمناوي ليديسيون نتاع عمناوي عندكم فكره عليها شنو التيم نتاع عمناوي؟ التيم نتاع عمناوي دونك كان فما لو تيم لاغريكولتور دونك تو سكي باركور لاغريكولتور لي روبو ديستيني ا لاغريكولتور للفلاحه. شنو اخر كان عندنا زيد لي روبو ديستيني زيد لي نون فويون بور ايدي لي نون فويون باش يشوفوا معناها يعاونوهم في التنقل مش في التنقل بركه مي اي حاجه كي لوغ بيرمي باش معناها نسهلوا لهم الحياه اليوميه نتاعهم تو سامبلومون. يعني فما ديفيرسيتي دي تيم ممتاز. انا سمعت مره فما روبو اسمه كيكي. الروبو هذا يتميز برشا على بقيه الروبوات. علاش؟ مش على خاطر اسمه كيكي بطبيعه الحال. روبو هذا كيكي الحاجه اللي باهيه فيه انه مجهز بنوع من الذكاء الاصطناعي اللي يخليه يتعلم بطريقه مغايره على بقيه الالات. معناتها الروبو هذا تاخذه كيف البيبي ما يعرف حتى شيء من اللوم. بعد تقول له مثلا كيقول لك ايجا دونك تبعني تنجم تاخذ روبو اخر اما تعلمه مع بطريقه اخرى. تقول له كي نقول لك امشي معايا تمشي معايا تقول له اجا ما يجيش مثلا. والروبو هذايا اذا كان تشوفك في معاملاتك تعيط برشا باش تتكلم في الدار يولي اذا هو يعيط برشا باش يتكلم. دونك اكزاكتومون كيف البيبي خاطر البيبي يتاثر بوديه باللي هو الانتوراج اللي هو معناتها الحاجه هذه هو مصنوع على باز نتاع عبد معناها غادي مع هو شنو موجود معناها ما تنجمش نهار اخر تقول الروبو اللي عندي في دار ماهوش موتيني ماهوش صاحب جو كيف نحب عليه. لا تاخو كيكي راهو باش يولي صاحب جو كانك مغروم بالكره راهو كيكي يجيك يقول لك اسمع فما ماتش كوره اليوم حط تفرج فيه. اذا كانك مغروم بالدومين نتاع المال والاعمال والبزنس بصفه عامه يجيك كيكي يقول لك اسمع راهو الاسهم نتاعك في البورصه راهم طلعوا. اذا كانك مغروم بالموضه ولا ما عرفش بالدراما ولا بالسينما يبدا كيكي ديما يعطيك نيوزليتر جديد مع الفيلم نتاع كذا وكذا باش يعبد بيانتو تنشر شي في السينما كذا وكذا. دونك اليوم العالم قاعد يتبدل بالروبوات وهذه حاجه ممتازه على الاخر ولكن في نفس الوقت عندها مؤثرات كبيره. راه يعني نعرف مثلا عندي دراسه هوني شفتها قبليك في التليفون نتاعي حاضر في روحي لكم انتم بطبيعه الحال خاطر باش تحكي مع الناس تصنع روبوات يزمك على الاقل عندك فكره شويه على روبوات. كوريا الجنوبيه عندها 631 روبوت صناعي مقابل 10,000 موظف معناها هذوما تقدوا وعوضوا 10,000 موظف. سنغافورة عندها 488 روبو مقابل 10,000 موظف. ألمانيا تعتمد على 309 روبو مقابل 10,000 موظف. اليابان عندها 303 روبو صناعي مقابل 10,000 موظف. الدنمارك عندها 211 روبو. شوفوا معناها الدول كل واحد تحاول تقلل أقل روبويت باش تعوض أكثر عدد من الموظفين. لين نوصلوا هكيكا في القائمة نلقاو الهند والمفاجأة. الهند تمتلك 3 روبويت فقط مقابل 10,000 موظف. معناتها ممكن العشر ألف موظف اللي كانوا قبل يا ما همش يعملوا في حد شيء ولا روبوات اللي عنده قويين ياسر درجة انهم يخدموا خدمة 10,000 موظف. الله هو على فكرة ما ينفصل فيما يخص الروبوات الصناعية اليوم ولا الاعتماد عليها كبير على الاخر في انها تحل مكان البشر على خاطر البشر يزموا راحة يزموا كونجيات ينجم نهار تعطل بالومبوتياج ما وصلش ينجم نهار كربتو تحتهم فنتعرفش عليهم شنية الظروف ولكن الروبو وان شاء الله زيدا لما حالة نوصلوا في تونس معناها النيفو هذاك نصنعوا برشا دي روبو على خطر انت كي ما نلقاوش مثال يد عاملة بلوتو ما نلقاش انا خدمة في دومين معين دونك لي ميتيي دو دوما اي سوريونت فيغ انك انت تصنع روبو انت تجيب عباد خدمتك تولي تصنع روبو فوالا دونك سي تري انتريسون حاجه مهم برشا اليوم فما برشا مهن ناقصه في اليد العامله نتصور روبوات يعوضوها اكثر بي دونك خنفسروا تو شويه شنو هي الكونسيبت نتاع توني روبوت للساده المستمعين والمشاهدين. انتم كيف كل عام تنظموا تظاهره هذه فما كراس شروط على ما اعتقد تكون فيها بعض الشروط فسروا لنا شكون فيكم يوسف ولا منتصر باش نبدا لكم نحكي لكم على ليزاكس نجيب ليزاكس نتاعنا. أول أكس عندنا لا ليغ تونيزيان دي شامبيون دو لا روبوتيك. هي كومبيتيسيون ناسيونال فيزون انترفونير دي روبو أوتونوم ولا تيليغيدي. تيليغيدي معناها بالبلوتوث و تقيديه أنت بتليفون أنت تتحكم فيه تحكم فيه بتليفون أوتونوم وحده يمشي. ديديي للإنجينيور وليزيليف إنجينيور و aussi اي حد انتريسي بار لو دومين هذا بلو روبوتيك معناها يحب يصنع روبو يشارك فيه معنا. التيم نتاعنا سناب يكون بالنسبه للليغ تونيزيان دي شامبيون دو لا روبوتيك مارس ان ديفي تكنولوجيك بور ان افونير انرجيتيك بالعربي اي بروسيسور باهي نحبك اي
مارس الكوكب كوكب المريخ المريخ منافسة تكنولوجية تحدي تكنولوجي من أجل مستقبل زاهر نجيتيك بالقتال بالعربي طاقي مستقبل طاقي مش مشكل ميساج به يا راهو العربية غدوة تجيك مثلا باش تمشي تقدم مشروع نتاعك في دولة من الدول العربية اللي يفرض عليك راهو ساعات باش تتكلم باللغة العربية مش بالانجليزية على خاطر اليوم ممكن انتم حتى في الروبوتيك بالفرنسي وانجلي اكثر حتى في العمل نتاعك به دونك هذا باش يكون المحور والكاي تشارج بتاعه موجود على السيت ويب نتاعنا اللي هو tunirobots.com باهي قديش تنجموا تقبلوا من مشارك حاطين بلافون محددينها لعدد المشاركين والا قد ما يجيو مساج بالنسبه لليغ تونيزيان دي شامبيون دو لا روبوتيك قد ما يجيو مساج مرحبا معناها مرحبا بالناس الكل اللي يحبوا يشاركوا وهما انتريسي مرحبا بهم باهي ولا واي انسان معناها بخلاف المغرومين حتى انسان مثلا جديد يحب يكتشف الموهبه اللي عنده في صناعه الروبوات ينجم زاد يجي والا الو فما دي زاكس واحد اخرين بالحق ينجموا توا عندنا زيد نتاع صغار دونك صغار اكيد ما يعرفوش عمرهم بين قداش قداش بين 7 و 17 سنه ما يعرفوش معناها ينجموا يكونوا ما يعرفوش لو دومين دو لا روبوتيك دونك نحنا نوفروا لهم المكان الملائم باش يقدموا لي دي بروجي نتاعهم ولا اما قبل ما نحكي على ذا حبيت جوست نتعدى على بول بلوتو على ديدلاين نتاع الالتسير اللي هي لا ليغ تونيزيان دي شامبيون دو لا روبوتيك بالعربي دوري ابطال تونس في الروبوتيك دونك دوري ابطال تونس في الروبوتيك باش يكون لو 15 مارس دونك صحيح مرحبا بالناس الكل اما راه فما ديدلاين سي لو 15 مارس 15 مارس هو الوقت اللي نسكروا فيه لي انسكريبسيون معناتها اي انسان يحب يشارك في الدوري نتاع الابطال هذا الشامبيونز ليغ نتاعكم مو مهم على الاخر راهو احنا نفدلكوا توا غدوه راهو الناس الكل يقول لك ندمت اللي في صغري ما صنعتش روبو دونك قبل 15 مارس يلزمهم يقدموا الخيارات نتاعهم باش ياكد التسجيل نتاعو والمشاركه في الدوري نتاعكم باه والثاني باه عندنا دونك تشالنج 24 اللي هو في 24 ساعه يتم قبل بنهار اكيد البيوت من وراه ان نصنعوا روبو سولون ان كاي تشارج حسب كراس شروط معينه اللي تهبط زاده قبل بنهار من اللي تهبط قبل بنهار من ليفينمون قبل لو 19 افريل سيتادير لو 18 افريل يهبط الكاي تشارج هذا ب لا محل نحن في التشالنج 24 اور فما ايتاب بريليمينير كيف ما نقولوا اللي مش نصفيه مي من وراها نحاولوا وي سي ان تيست في سي ديت سي ان انسومبل لا محل تيست 3 تيست في الميكانيك الالكترونيك والبروغراماسيون ونحن نعرفوا بالكدا اللي الروبوتيك سي ان اليوم من الحاجات هذوما وي دونك ميكانيك الكترونيك وبروغراماسيون دونك تشالنج 24 مثال تسكرت لي انسكريبسيون لو 16 فيفري خاطر وي جيونا برشا دي انسكري دونك تسكرت الانسكريبسيون بور لو تشالنج 24 لو بوت دونك كيف ما قلت لك هو انك تصنع روبو حسب الكراس الشروط والماتيريال زاد باش يكون متوفر من عند توني روبوت ايكيفال معناها دون فاسون ايكيفالونت ما بين لي زيكيب باش يكون فما 12 ايكيب لما حال معناها بشترك معنا 12 équipes une équipe entre 4 et 5 personnes ذكرتني بسباق لومو 24 ساعه كيفاش التاريخ نتاعو عنده تاريخ كبير على الاخر كيفاش عملوا قانون ولا كراس شروط كيفاش يضبط حتى الماتريال اللي استعملوه معناها يقول لك اذا كان انت في لاتولي نتاعك باش تكون عندك ما عرفش 5 عجل روتسكور هذاك لازم يكون عنده 5 عجل روتسكور الاخر مثلا عدد البياسات عدد المفاتح اللي تصلح بهم دونك يلزم كل الفرق تكون عندها نفس الحاجه وكانت عندهم بعض الشروط حتى القاسيه نوعا ما وهو تحدي كبير لو اي تحدي فيه 24 ساعه كسواء جيمينج ولا باش تصنع روبو ولا باش تسابق في سيارات قويه على الاخر يقعد ديما تحدي صعيب على الاخر وتحدي نتاع اونديرونس يعني شكون اللي نجم يصبر اكثر شكون اللي عنده طاقه باش يتحمل وباش يقاوم الصعاب هذه 24 تسكر صاي وي لاسكريبسيون تسكرت المحاله كان يحكي لنا منتصر على لي زيكسبوزيسيون خاطر نحن التوني روبوت متكونه من برشا دي فولي اللي هما لي بيليي نتاع ليفينمون تاعنا عندنا اكس اخر هو اكسبوزيسيون معناها اي حد عنده بروجي سولون تيم تاع الاكسبوزيسيون تاع السنه اللي هو باش يكون روبوتيك بور ليدوكاسيون اي عبد عنده بروجي ولا فكره نتاع بروجي يحب يقدمه يجي يقدمه جوست يعمر قبل 19 فيفريي ديدلاين يعمل تفسير صغير
البروجي نتاعو ويجين لو 19 اكسبوزي في الهول تاع الانسات. وهذا هكا يتسمى شارك يشارك اي فما دي تيست ولا تقبلوه طول معناتها نقبلوه طول هذه سي اون ايدي كي ديفلوبي يبدا عنده ولا الابور ديجا ان بروجي مشروع. الفرق طبعا بعد كان نحكيو على جادجت تشالنج اللي هو فولي واحد اخر. الفرق بيناتهم زوز سكو هذايا فيه يلزمك ان بروتوتيب سيتادير ان موديل نموذج وي ان موديل اوريجينال من الحكايه نتاعك كي تعمل افيك ان كيفاش نقول افيك ان تكست دو بلان او بيان دو ديسان ينجم يكون معناها تصميم مصور والا فقره تحكي فيها مثلا نعطي حكايه انا باش نحب نعمل دوسية عندكم الروبو نتاعي هو يبدا يتبع فيا وين ما نمشي ويشد لي الاوراق وكل ما نسحق ستيلو خاطر نضيع ياسر ستيلوات دونك نقول له ستيلو يمد لي ستيلو ولا نوريه ورقه يمد لي ستيلو هذه فكره ونجم انا بعد ديسان نصور مثلا الروبو باش يكون كره باش يكون مربع باش يكون ما عرفش مثلث يمشي معناها يكون نموذج للليدي نتاعك انت شنو باش نقول زاد في الاكسبوزيسيون دونك نفسر التيم حتى التيم فاغ شويه يتسمى في تو فولي ابرونتيساج دو لا روبوتيك يعني مش انك وحدك تمشي تعلم الروبوتيك انه تعمل بروجي يعلم العبيد الروبوتيك ان روبو يعلم الروبوتيك معناها في بلاصه انت تعلم الروبو تعمل له روبو يعلم الروبو يعلم الروبوتيك فوالا يعلم العبيد الروبوتيك تو فسروا لي لحظه برك الروبو اللي باش نعملوه يقري العبيد ولا يقري الروبوات يقري العبيد الروبوتيك يعلم العبيد الروبوتيك وتي باش تعلم بها الروبوتيك معناتها اذا كان نحب نتعلم الروبوتيك انت مثلا غدا تعمل روبو يجيني الروبو هذا في بلاصه ما انت تجي توريني ما هي تنجم تستغلوها حتى في الكومبيتيسيون نتاعكم عام الجاي في بلاصه انتم تقعدوا تلوجوا شكون باش يفسر في لي زاتيدي وشكون باش يعمل اسيستونس اي الاسيستونس شكون باش يعمل المساعده دونك اللي يقول لك سهل اي برا اربع كابيتال ديجا فما زاد مذيعين في الصين ولا دي روبو في بالي وانا راه محضر روحي للنقطه دي خاطر قلت اول ما يجوج مع روبوات باش يكلاشوني باش يقول لي راه اليوم ممكن يعوضوك نبدلوه هو راه فما وكاله شينجوا الصينيه كانت استعملت الروبو هذا كبروتوتيب قدم نشره اخبار والمميز في الروبو هذا هي الملامح نتاع الوجه عنده ملامح بشريه حقيقية وعنده الجريماس وعنده هزة الحاجب وعنده كل شيء معناتها عبارة روبو حقيقي والصوت نفسه والإلقاء وأداء رائع على الآخر وهما لمحالة ممكن خاطرهم متكلفين برشا يقول لك ممكن في السنوات المقبلة في 20 ولا 30 الجاية مش يتم الاستغناء على بعض الصحفيين في بعض الميادين على خاطر اليوم الصحافة ميدان كبير والإعلام ميدان كبير فما العديد من الاختصاصات يقول لك المكلف أكثر وليزم يمشي منطقة نزاع مثلا لو فيها حروب كل شيء بريم دو ريسك نتاعهم كبير برشا ولا سيرونس عليهم كبير برشا دونك يقول لك نبعث روبو يعمل لي تغطية ميدانية خير من نبعث بشر دونك ممكن تكون هكا ما في تقديم الأخبار زادت نجم تعدي في أي وقت ماضي ساعة ما ساعتين كل ساعة مباشر به شنية توصيوا السادة المستمعين يسمعوا فيكم باش يجيوا يحضروا في الإيفينمون تاعكم به نوصيوهم بيان سور ما يفلتوش لي ديدلاين نتاعنا يكونوا حاضرين كل شيء موجود على الباج نتاعنا على الفيسبوك tunirobots.com tunirobots بلوتو الباج فيسبوك والسيت نتاعنا tunirobots.com دونك اي واحد يحب يعمل انسكريت او يلقى لي كاي تشارج هذيك يلقى لي فورمولير دانسكريبسيون هذيك يعمل قبل لي ديدلاين اللي هو 16 مارس نفكر بالديدلاين 15 نفكر بالديدلاين كل حاجة عندنا بالنسبة لليغ تونيزيان دي شامبيون دو لا روبوتيك ديدلاين لو 15 مارس بالنسبة للإكسبوزيسيون ديدلاين 29 فيفريي بالنسبة للجادجيت تشالنج 29 فيفريي أوسي بالنسبة للتشالنج 24 أور تسكر بالنسبه للجونيور اللي هو نتاع الصغار سي بون تسكر سي بون تسكر نتمنى لكم كل التوفيق فريق تيني روبوت 2020 ان شاء الله يا ربي تعملوا ريكور المره هذه في عدد المشاركين وخاصه في الابتكارات اللي باش تخرجوا فيهم نوجه لك تحيه كبيره يوسف الخليفي ومنتصر الورتاني اعضاء تنظيم تيني روبوت 2020 وهكا نكون وصلنا لختام حصتنا بالنسبه لليوم في برنامج خليك على الخط نوجه تحيه كبيره لزميلي انيس لوريمي رافقنا اليوم على مستوى الاخراج الفني عبد اللطيف لوساتي على مستوى التنسيق العام حسن على مستوى الإخراج المرئي كان معكم زهير بن حميدة في الأمان.